مساء الخير. سئلت منذ حوالي شهر في التلفزيون المصري هل يمكن أن يحصل أهالي كاتالونيا على الاستقلال وينفصلوا عن إسبانيا، وكانت إجابتي وما زالت أن المسألة دي شبه مستحيل إن لم تكن مستحيلة لأسباب كتيرة ومتعددة. أول هذه الأسباب أن الكاتالونيين اللي بيحلموا بالاستقلال من سنة 1714، يعني بنتكلم على حوالي أكتر من 300 سنة منذ أن تم ضم إقليم كاتالونيا أو مملكة كاتالونيا إلى إسبانيا، بيحلموا بالاستقلال، وتكررت محاولاتهم كتير إلى الاستقلال، لكن كل هذه المحاولات كان بينقصها عدة أمور. الأمر الأولاني وخصوصا الآن أنها ليست محل إجماع كل أهالي كاتالونيا. إحنا عندنا أهالي كاتالونيا عددهم حوالي 7.5 مليون، جزء منهم كبير عاوز يستقل، لكن جزء تاني لا يسعى للاستقلال ولا يجد ان من مصلحته الاستقلال عن اسبانيا. الامر التاني وهو الاهم كمان، انه الجزء اللي بيسعى للاستقلال يرغب ويحلم به لكنه مش مستعد للقتال من اجله. فطوال الوقت حتى لنشوف محاولاتهم عبر التاريخ، اخر محاولة جادة للاستقلال كانت في سنة 1934، كانت لمدة 10 ساعات أعلن أحد قادة كاتالونيا الاستقلال، وفي خلال 10 ساعات كانت القوة العسكرية لإسبانيا قد أجهضت التجربة. ففي فرق أن أنت تحلم وأن أنت تقاتل من أجل حلمك. الحلم ده زي ما بيقول بعض أهالي كاتالونيا، ويعني وليهم تصريحات موجودة في عدد كتير من الصحف والجرائد، أن احنا نتمنى الاستقلال لكننا لسنا مستعدين أن نموت في سبيله. في أمر تاني أو في أمر تالت، أن الاستقلال أي دولة بيقتضي 4 شروط، كانت زمان 3 بقت دلوقتي 4، أن لازم يكون عشان شعب يستقل يكون في أرض وشعب وحكومة، ده علشان يبقى فيه دولة موجودة. لكن أضيف إليها عامل رابع وهو الاعتراف الدولي. عشان يبقى فيه اعتراف دولي، مفيش دولة ممكن تستقل بمجرد رغبتها، لازم يكون فيه اعتراف من المجتمع الدولي. ومفيش حد باستثناء دولة ربما معظم الناس ما يسمعوش عنها اسمها أوسيتيا الجنوبية مستعدة للاعتراف بكاتالونيا، لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي وبكل قواه المختلفة، ولا دول الشرق الأوسط، ولا دول كثيرة مستعدة، وطبعا أسبانيا وهي الأهم غير مستعدة لمنحهم هذا الحق. ليه الدول الأوروبية؟ أسبانيا مفهوم ليه مش عاوزة توافق، إذا وافقت فهي بتتخلى عن أهم إقليم من 17 إقليم بتضمهم أسبانيا، وبيتمتعوا بدرجات مختلفة من الحكم الذاتي، هتتخلى عن أهم إقليم أو أهم منطقة اقتصادية في إسبانيا. إنما بقية الدول والاتحاد الأوروبي بصفة عامة والقوى الكبرى في العالم تدرك أنه إذا كاتالونيا حصلت على استقلالها، فعلى الأقل في أوروبا في 20 منطقة أخرى قد تحذو حذوها. العشرين منطقة اللي في أوروبا، أنا مش بتكلم على كندا ولا بتكلم على أسيا ولا بتكلم على منطقة الشرق الأوسط، أنا بتكلم على أوروبا بس. العشرين منطقة دول فيهم أماكن كلنا نعرفها ونسمع عنها كويس، زي مثلا إقليم بافاريا في ألمانيا، زي اسكتلندا، زي أيرلندا الشمالية، زي ويلز، زي لومباردي في إيطاليا، زي كورسيكا في فرنسا. إنما كمان في أماكن لم نسمع عنها من قبل، أماكن صغيرة خصوصا في أوروبا الشرقية عندها نزعات انفصالية كثيرة، زي سيليجيا مثلا اللي موجودة في التشيك أو في بولندا، وزي جزر فارو. فكل الجزر دي أكتر من 20 منطقة رئيسية ربما تهدد أو ربما يشجعها استقلال كاتالونيا على الانفصال عن بلدانها، ويصبح الاتحاد الأوروبي زي ما قال أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، نحن مش مستعدين أن الاتحاد الأوروبي اللي قام فكرته على هضم القوميات يتحول إلى 95 دولة ودويلة جديدة. لكل الأسباب دي يصعب جدا أنه يتحقق حلم الكاتالونيين. فيما يتعلق بتأثير انفصال كاتالونيا علينا، واضح جدا في منطقة الشرق الأوسط، إذا تحقق هذا الاستقلال هيبقى عندنا طوفان متدرج من الحركات الانفصالية اللي بتسعى للانفصال. عندنا حالة الآن جاهزة واضحة وهي إقليم كردستان العراق، إذا تحقق هذا الانفصال الكاتالوني هيبقى صعب جدا للمجتمع الدولي يعارض هذه الفكرة بنفس القوة. وإذا
وبقطع النظر عن إقليم كردستان، إحنا عندنا أماكن جاهزة وبتسعى للانفصال من الآن، يعني جنوب اليمن وشمال اليمن، عندنا ليبيا، عندنا في السودان المرشحة لمزيد من الانفصالات والتشرذم. وخلال 50 سنة القادمة ومع انخفاض أسعار النفط قد تطال هذه النزاعات الانفصالية كثير من دول الخليج. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.